هالشوفاجات مثل قلتها مزعوجة كتير لأنهم ما عم يدفوا أبداً، كلهم انتزعوا. ليكي أنا بغير لك ياهن إذا بدك. لا يا روحي، يعني هلأ رح يكلفونا مصاري كتير على الفاضي. إذا بلشت بهالشغلة رح تبلش تهد وتعمر. بعدين حبيبي كمان خزن المطبخ مو عاجبيني، صغار كتير وعم يجرحولي كل الطناجر والأغطية كمان. كل الأغطية مجروحين، عم فكر كبهم، ما حلو منظرهم. وهذا الصالون، هالصالون ما بتفوت له الشمس، هذا أكتر شي مضايقني. في رطوبة هون لأنه الشمس ما بتفوت. أي والله يا غسان. أي بس أنت بتحبي هالبيت كتير. أنا بحب جيراني بالحارة، بس هذا البيت بحياتي ما ارتحت فيه ولا يوم. شو رأيك نبيعه للبيت؟ منبيعه إذا بعناه ب 150,000. 150؟ إيه. معقول هذا الحكي حبيبتي؟ هذا البيت ما بينباع بأقل من 300,000. شو قلت غسان؟ طبعا حبيبتي منكون مجانين إذا بعناه أقل من هيك، بعدين ليش بدنا نبيعه يا ياسمين؟ الله يقصف عمرك يا أمل. برد الشاي، بدي أقوم زيده. رح أسكب لك كمان، يمكن كاستك بردت.